عاش نضال الشعب السوداني. عاش نضال الشعب السوداني. عاش السودان حرا مستقلا. عاش السودان حرا مستقلا. شكرا جزيلا أستاذ حاتم السير على هذه الكلمات الصادقة. الكلمات لا توفي هذا الهرم الكبير. الأخ محمد الأنصاري حزب الأمة القومي في كلمات بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. في البدء يعجز اللسان عن التعبير بكلمات في حق هذا الشخص العملاق، الشخص الذي قدم للسودان إرثا سياسيا وإرثا في غياب التسامح والاحترام بين كل الخصوم. فنحن السودانيون اليوم نودع مدرسة الأستاذ الكبير الغامة الهرم السوداني الأصيل الأستاذ محمد إبراهيم نقد، مدرسة التسامح، مدرسة المودة، مدرسة الاحترام، مهما كان هناك اختلاف في الآراء وغيرها، لتكون بيننا هذه المدرسة التي يعجز السودانيين في التعبير عنها. ففقد الأستاذ نقد فهو فقد لجميع السودانيين، فليست فقط للحزب الشيوعي أو لأسرته الصغيرة أو للحزب الشيوعي على مستوى العالم، ولكن إنما هو فقد كبير للإنسانية. فالأستاذ محمد إبراهيم نقد في الحقيقة مدرسة تعلمنا منها الكثير، تعلمنا منها حب الوطن، تعلمنا منها الصراحة والوضوح، تعلمنا منها الكفاح والنضال والصمود على قولة كلمة الحق. فحقيقة الأستاذ نقد فقد كبير كبير للغاية للشعب السوداني. فنحن حزينين جدا في حزب الأمة، حزينين جدا كشعب سوداني في فقد الراحل. فالأستاذ محمد إبراهيم نقد كان مدخل الشيوعية للمجتمع الغربي وللمجتمع ساوث أمريكان وغيره. فطالما ذكرت الشيوعية في شرق إفريقيا أو في المحيط العربي، لكان اسم الأستاذ محمد إبراهيم نقد هو أول المذكورين في ذلك المجال. فلهذا سنظل نذكر الأستاذ محمد إبراهيم نقد بغدر تضحياته الكبيرة وبغدر إسهاماته المقدرة. فنحن ليست لدينا إلا أن نقول للأستاذ نقد فنحن سنكون على الطريق الذي رسمته لنا كأجيال وكسياسيين وكشعب سوداني، كأطفال ونساء، كرجال، شيوخا وشبابا. سنظل نحفر على هذه القضية، قضية الشعب السوداني. فحقيقة فرقة الأستاذ نقد ما بتسدها، فيعني فرقة كبيرة جدا جدا. زي ما قال الأستاذ، يلا نسيت فرقته حب الناس دركته. الأستاذ محمد إبراهيم نقد حب ودرج لكل الشعب السوداني. فالشعب السوداني الآن مكلوم، الشعب السوداني الآن يعني يردخ في آهات من فقد الأستاذ نقد. ولكن عزاءنا الوحيد بأن الأستاذ نقد سجيل حافل من الإنجازات الكبيرة، ولدينا سجيل من خرط الطريق لمعالجة قضايا الوطن. فاستمحت أو قرأت تصريحا للأستاذ نقد يقول فيه: كنت أتمنى ألا أن أكون عايشا وأرى انفصال الجنوب، ولكن وعدنا للأستاذ نقد بأننا ماضيون في توحيد السودان، كما وسيكون السودان إن شاء الله وبإذن الله في يوم من الأيام بلد واحد حدادي مدادي، زي ما الناس كان بتقول من حلفة لنمولي ومن الجنينة لطوكر وغيره. فنحن ده أمننا وده مرتجانا وده غايتنا وده هدفنا، إنه سنظل سائرين في القضية التي خطاها الأستاذ إبراهيم نقد ورفاقه في الحزب الشيوعي وزملائه في القوى السياسية الأخرى. في الختام لا أريد أن أطيل، لأن مهما قلت عن الأستاذ نقد فلن أوفيه حقه، فهو غامة يصعب الحديث عنها ويصعب للغاية الكلام عنها لأن مناغبها كثيرة للغاية. فإذا تحدثنا في الاقتصاد، في السياسة، في التسامح، في الفكر، في الفن، فنجد الأستاذ نقد
لديه إسهاماته ولديه من يحبونه في هذا المجال. فلذلك ختاما أعزي الشعب السوداني في فقيد السودان الكبير الأستاذ محمد إبراهيم نغط، وأهني الرفاق في الحزب الشيوعي السوداني على مستوى العالم، رفاق في الحزب الشيوعي السوداني في الداخل وفي الخارج. أحيي القوى السياسية، أحيي جميع المتطلعين للسلام والأخاء والحرية والديمقراطية. رحم الله الأستاذ محمد إبراهيم نغط وألهم الشعب السوداني الصبر وحسن العزاء.